وفاق وهبي تشعل الساحل الشمالي. من يوم ما شفتك يا حبيبي قالوا عندي كاريزما في اليوم بصرف بترسمة وفي نفسي وقت الأزمة ما لهم شيء قليلة يلا. بالشكل ده كانت الأجواء في الحفل اللي حصل في 26 أغسطس في العالمين في الساحل الشمالي المصري اللي جمع عدد من الفقرات بداية مع ديسكو مصر المطربة الشاب عالية إدوارد وعمر كمال. خليكي لو هتمشى لبيكي انت ليا لبيكي احنا اللي بننقطعي. ايوه بصراحة ياسر الحريري من أول يعني من الناس اللي بيدعموني طول الوقت، وهو كان شايف ان انا مكسله قوي فقال لي لا لازم نعمل حاجات وكده. يعني طبعا في حفله كبيره زي دي وفيها طبعا طبعا سوبر ستار هيفا وطبعا ديسكو مصر، ويعني انا مبسوطه قوي ان انا وسطهم النهارده قوي، وفرصه حلوه ليا جايين نحضر لها حفله. وبحب اكرم حسني وبحب ياسر الحريري، لا في مفاجآت بقى. اما نجمه الحفل فطلعت بوسي شلبي على المسرح وقدمتها بطريقه مميزه. بتكلم عن مين؟ عن السح والجمال والأناقة، عن دلوعة لبنان. مين اللي هتطلع معانا؟ مين أحلى دلوعة؟ عايزة جامد هيفا. وبالشكل ده طلت هيفاء وهبي على جمهورها المصري، وكانت سعيده قوي ان بوسي هي اللي قدمتها، فكتبت على الستوري: يسعدني تقديمي الليله على المسرح من قبل الاعلاميه الكبيره والمتميزه بوسي شلبي في حفل الماسا المنتظر. مختارت هيفاء اطلاله بتناسب اجواء الحفل، فتالقت بشورتس ذهبي والطقم الاول، وحبت انها تفتتح البرفورمانس باغنيه وحشني. بس الأكيد إنها ما نسيتش توجه تحية كبيرة لبلدها لبنان. كان عندي تحية كتير كبيرة لبلدي لبنان يلي هو بقلبي، من الساحل الشمالي من العالمين. From Cairo, from Egypt actually, from Egypt to Beirut, I love you. قبل ما ترجع وتولع الأجواء بعدد من الهيتس زي واوا مش قادر استنى، انا عمري ما هنسى وعدي حتى كده يا ابن الحلال. رجب يا حياة قلبي. وما خدتش بالي شغلة كل الناس وغيرها. والهيت اللي شغلت كل الناس الموسم ده كانت لو كنت، اللي جمعت هيفاء وهبي وأكرم حسني اللي كان بين الجمهور. حيوا معي واستقبلوا معي بزقفة كتير حلوة النجم الكبير أكرم حسني. نغني مع بعض الهيت ذي سونغ لو كنت. أهلا وسهلا فيك تحية، بليز بدي أسمع زقفة كبيرة. وبالشكل ده انضم لها على المسرح عشان يقدموها سوا. لو كنت عين مغمضة كنت هبقى برضه شايفة، لو كنت كلمة هبقى سابقة مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة هكهربك وعليك مش هبقى خايفة، لو انت أكرم حسني لا معلش أنا برضه هقيفة. وأكرم حسني ما كانش النجم الوحيد الموجود بين الجمهور، فكمان حضر محمد ثروت وحمدي المرغني اللي كانت واضحة سعادتهم. استاذ محمد ثروت بونسوار، أهلا وسهلا فيك. مين بعد فيه هون؟ حمدي حبيبي هون، I love you. مبسوط جدا ان هحضر الحفله بتاعت هيفا كده. لا جو جميل جدا، لسه ما شفتش الاجواء بس الاجواء وانا جاي كانت حلوه جدا. حفله تحفه، هيفا تحفه، عمرو كمال اخويا تحفه، كله تحفه، انا انبسطت. ومن الحاضرين كمان كان حمو بيكا اللي وجهت له هيفا تحيه خاصه من المسرح على طريقتها. وين حمو بيكا؟ وين حمو بيكا؟ حبيبي هاي.
محدش يزعلي حمو، انا بشوف فيديوهاته وساعات بتستفزوه، محدش يستفزهولي حبيبي حمو. مطعم ازيك؟